رجل يرى القيامة والناس في هارج ومارج، ويموج بعضهم في بعض، والعطش شديد جدا، وإذا به يرى غديرا من الماء، وهنالك رجل نوراني الطلعة مهيب المنظر جالس على هذا الغدير. هاي القضية مكتوبة في الكتب. وهو يسقي بعض الناس ويمنع بعضا. يقول أنا أجيت هذا الذي رأى في المنام هذه الرؤيا، فأجي سلمت على أمير المؤمنين، استأذنته في أن أشرب شيئا من الماء فأذن لي، فأخذت قدح من الماء وشربته. يقول وإذا في هذه الأثناء يأتي العلامة الأميني، فاستقبله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعانقه وملأ قدحا أو كأسا من الماء وقدمها إلى العلامة الأميني. يقول العلامة الأميني تمنع خجل، فأصر عليها أمير المؤمنين، فأخذ العلامة الأميني الكأس وشربها. فقلت له يا أمير المؤمنين، أنت استقبلت الأميني بما لم تستقبلنا، تعاملك مع الأميني كان غير تعاملك معنا. فقال الإمام الغدير غديره. يمكن يكون معنى هذه الكلمة هذا الغدير الذي كتبه في الدنيا هو هذا الغدير، تحول إلى هذه الصورة. كل واحد استفاد من الغدير في الدنيا يستفيد منه أيضا في الآخرة.